أهل الله راحوا، أهل الله مشوا، أهل الله صاروا هنيك عنده، أهل الله سبحانه وتعالى أكرمهم، فعم نستنى نحن. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا لكم بالصلاة ما مجيب لفظ السيادة. كل العلماء قالوا ما مجيب لفظ ابن حجر، أي نعم، الشافعية والإمام النووي وكلياتهم بالصلاة ما في اللهم صلي على سيدنا محمد، لأنك بين إيدين الله سبحانه وتعالى ورب العالمين أعظم من سيدنا محمد. قال الإمام النووي في كتاب الأذكار، قال ولو كانت نقلا عن ابن حجر، قال ولو كانت السيادة مندوبة لما خفيت عن الصحابة الكرام وهم أشد أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام منا. إحنا ما لنا مؤدبين مع سيدنا النبي كما هن تأدبوا، هن كانوا بالصلاة يقولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، برات الصلاة تقول اللهم صلي على سيدنا محمد. لأنه ذكرنا كلمة إينا عن السيد هو إيش؟ من ساد قومه. إينا أما بالصلاة أنت بين إيدين الله سبحانه وتعالى. والله لما قرأت الأحكام أول ما درسنا إحنا ما لنا معودين نقول هيك حق اللهم صلي على محمد، ما تزبط معنا. فيوم بالصلاة صرت أولى أحس كأني بالظبط مو زابطة، شلون تقول اللهم صلي على محمد وعلى محمد؟ طلعت مو بكيفي. لما يكون الشغلة مو بكيفك بدك تشتغلها مثل ما وردت، مثل ما أمرونا بدنا نشتغل. فصرنا بالصلاة نقول اللهم صلي على محمد وعلى محمد، برات الصلاة اللهم صلي على سيدنا محمد. فهي في صحيح الإمام مسلم اللهم صلي، قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فلا في بعض مشايخ بيعطونا ورد كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليش لأخذ ورد منك إذا كان وارد كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقدة. ليش جبت ليها؟ جابها إيه نعم من الإمام، من أحمد، إيه نعم أحمد التازي، إيه نعم أظن الإمام أحمد التازي، إيه نعم. فالصلاة النارية، قال سميت نارية لسرعة إجابتها. والإمام أحمد التازي هو إيش اللي قالنا إياها؟ لا أنا بدي أخذ من سيدنا النبي. يلي قالوا سيدنا النبي بأخذ منه، يلي ما قالوا ما بدي إياه. إينا نحن علينا الاتباع وليس الابتداع. إينا فكثير من صيغ الصلاة على النبي جابوا لنا إياها، لا مثلا بدك تختصر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بس خليك هنا. أما إذا بتسحب هي الصلاة الإبراهيمية أعظم وأقوى. إينا لأنه سألوا الصحابة الكرام يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى الصلاة الإبراهيمية، علموا كيفية صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي، وهو عند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب. هلأ مثلا هالشاب ما فيني أقول عنه صاحبي، ما في صحبة بيني وبينه. إينا الصاحب يلي فلان صاحب فلان في صحبة، إينا إذا كان في صحبة روحة وجاية أنت وياه ممكن نقول والله إيش صاحب. هذا عند جمهور الأصوليين. فكلمة الصاحب إينا عم تطلق على من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هي أي إنسان صاحب فلان إينا بلا تحديد في الأصح، يعني مشي معه فترة من الزمن، كانوا يروحوا يجوا سوا، يعدوا سوا، يدرسوا سوا. إينا فمرة مشيت مع أحد المشايخ ليدرس عنده، قال لي بكرة معزومين على مزرعة. قلنا له ماشي سيدي. رحنا على المزرعة، والله عاملين الجماعة أكلة لحمة ومزبطين الفواكه وفي مسبح بالمزرعة، أكلنا وسبحنا ولعبنا، رجعنا ميتين من التعب، كل واحد رجع على بيته على الفرشة نمنا. ثاني يوم أجيت يدرس، قال والله في رجل عازمنا اليوم على الغداء. شيخنا يطول عمرك، يعني ما شو بدنا بالعزايم نحن؟ نحن ما مو شغل عزايم، احنا بدنا ندرس. قال ما بدنا نكسر بخاطره، يلا ماشي. والله عنده رحنا تغدينا عنده. والله ومن اكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. اكلنا اكلا لما اي نعم، عبينا كرشنا مضبوط، مشينا اي نعم. فلما وصلنا على الحاره بدون ما التفت لبعضنا السلام عليكم على البيت دغري مباشره. ثاني يوم شو شيخي قال لي بس اليوم نقول السلام عليكم شيخ، ما بيمشي الحال. اي نعم الضياع عزايم، قالنا مصلحه بالعزايم.
كنا شفنا شغل يعني اصلا هلا انا يوم بنعزم على اي مطعم يوم باكل اي اكله يوم شوف اي منظر حلو سبحان الله بريد انه زوجتي اولادي يكونوا معي فيه. يوم رحت على العمره وشوف مناظر مكه والمدينه اشتهيت يكون معي زوجتي اولادي اخذتهم. يوم روح على مثلا في مكان يحطوا اكله طيبه غريبه مباشره اشتهيها لاهل بيتي. اما انا اكل اي نعم اكل طيب وانه ياكلوا خبيزي وين الموده والرحمه؟ وين اي نعم انه اكل مما اطعمها مما اكل وتلبس مما البس؟ وين الامر هذا؟ اي نعم. اذا اي نعم والتابعي من اجتمع بالصحابي اجتماعا متعارفا. التابعين اجتمعوا مع الصحابي فابو حنيفه تابعي اجتمع بسته من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد ليسوا بتابعين ما اجتمعوا بحدا من الصحابه. الامام التابعي الوحيد فيهم ابو حنيفه اجتمع بسته من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. مالك بن دينار كان ايش تابعي فكان يدرس عنده يفتح الباب يفوتوا الطلاب يقراوا عنده. عنا بالشام هنا حتى المشايخ يوم نفتح الباب لطلاب العلم أجانب وعرب منين ما كانوا مندرس ببلاش. أنا بحس حالي بالعلم الشرعي يوم درس إنه هذا العلم يزكو بالإنفاق يوم بتدرسه بيرسخ معك. شلون حافظ القواعد أنا وحافظ الأحاديث من تدريسها؟ صار لي 30 سنة 35 سنة بدرسها وإذا ما رسخت معناتها ما فيني مخ. فتدريسها بيرسخها معك يعني. ومشايخ الشام بيدرسوا ببلاش أي طالب بيجي بدرسوا ببلاش زي ما معها كتاب بيشتروا له كتاب إيه نعم. ففي طالب إيه نعم جاي أجنبي عم يدرس أي شيء بيسأله من جاوبه. قال لي شيخ أنا كنت أدرس في مصر. قال له نعم. قال لي كان الشيخ اللي عم يدرس عنده قرآن كريم بالمال بالساعة حقه مصاري. قال لي اسأله سؤال بالفقه ما يجاوب له لا هديك صفت ساعة لحال حسابها لحال إذا بدك فقه تدفع أجارة. بيجوا لهون اي نعم كان في طالب مرة اي نعم من بوركين أفاسو تارك زوجته وأولادها بإفريقيا هنيك فقعدهم بمعهد فتح الإسلامي 6 سنوات دعوهم 6 سنوات زوجته ما لصعلة باعوا له بقرة من هنيك وسفروا مرته جابوه لهون فكان هون حر هو يعني يروح على دروس يجي ينام بأي جامع ما تفرق معه. هلا صار بده غرفة استأجر غرفة حط مرته صار بده يشتغل مش يدفع أجار غرفة يعطيهم حق أكل وشرب صار دوبه المعهد ودوبه الشغل ومرته ما عنده اختلاط مع الناس قاعد مسكر الباب على حاله قريب السنة لحجن ما عم تحكي مع حدا زوجها بيجي آخر الليل في الصبح على دان صبح تموتاري. فأجوا قالوا لي شيخ مشان الله يعني ما معه يسفره درجع بوركينا فاسو قالوا خلي يصلي صلاة الحاجة صلى صلاة الحاجة فنعم رحنا شفنا تاجير قالوا يعني سيدي إذا في مجال بعتوا على شركة طيران قطعوا له من هون لفرنسا من فرنسا لبوركينا فاسو كرت طيارة كان بأثناء ثمنه 55,000 أيام ما كان الليرة ليرة نعم. فتجار الشام ومشايخ الشام وأهل الشام بيحتضنوا طلاب العلم تعال ليش لأنك أنت طريق إلى الجنة أنت إذا نفدت يوم القيامة بتأخذ بإيدي نعم. رب مبلغ أوعى من سامع بجوز أنت تسمع مسألة أنا مالي مطبقة طبقة أنت نعم. فسبحان الله نعم التابعي هذا التابعي نعم شو اسمه مالك مالك بن دينار أظن يا الفضيل بن عياض يا مالك بن دينار أرجح مالك بن دينار. ف يوم من الأيام سكر الباب ما خلى الطلاب يفوتوا كسروا الباب عليه فتح الباب هو زعلان فوت أنت ويقعدوا قعدوا. فسألوا أحد طلابه ما بالك يا سيدي يعني شو ليش غامم هيك قلبك كذا؟ فقال يا ولدي كم أنا شقي. قال ولما؟ قال لأني صاحبت إيه نعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبتكم بعدها فوين كن وين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا سيدي لا يحق لك أن تقول هذا. قال ولما؟ قال إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد شقاء منك لأنهم صاحبوك بعد أن صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معناته يعني واحد شاف سيدنا النبي بعدين شافه تحينسر
خلاص المكتوب افتح افتح. فأنا في طلاب خرجتهم أفقه مني صاروا أقوى مني علما، في طلاب خرجتهم علي بابا والأربعين حرامي، إيه نعم، وفي طلاب خرجتهم إيه نعم ولا فقه شيء يا حوينت، إيه نعم الأوقات اللي ضيعناها إحنا وياهم. أنا أخذت أجارة لأنه قالوا الداعية مثل البحفير بير، البحفير بير بيأخذ على المتر، طلع مي ما طلع مي ما شغله، بيجي بشارتنا قديش بدك حفر لي 200 متر 300، طلع مي ما طلع مي مو شغلي، حفرهم بالحفارة حمل حاله ومشي. كذلك الداعية الناس اقتدت ما اقتدت اللي عليه اشتغلوا. قال يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سيدنا إبراهيم الخليل التلميذ الوحيد كان في الدنيا ابن أخته سيدنا لوط عليه السلام، ما كانوا يردوا عليه ما كانوا يسمعوا. فلذلك يعني أحيانا النبي أو الشيخ مثلا ما بيسمعوا أهل بيته ما بيردوا عليه ما بيسمعوا له. يوم الله سبحانه وتعالى أكرمني بالتوبة والعلم أهلي ما بيردوا عليه، تم سنين طويلة يسألوني هاي المسألة شو حكمها، قل لهم هيك يروحوا هيك، وكأنه إيه نعم يعني العلم اللي أنا عم أدرسه يعني مو مزبوط. بعدين صاروا إيش ياخدوا مني، صاروا يستفتوني، صاروا يشتغلوا مثل ما قالوا. أما بالبداية لا. إيه نعم نعم. يقول يا أخي أنت في زمن أدبر خيره وأقبل شره، نحن صرنا في زمان اي نعم كله شر. هذا الكلام من سنة ايش مألفينه الكتاب ألفته اي نعم بسنة 91، واللي كتبوا قبل مني اي نعم الشيخ محمد سعيد البرهاني. من امتى توفي الشيخ محمد سعيد البرهاني رحمه الله؟ فمعناتها يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عامل الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. كل سنة أسوأ من السنة اللي راحت. هذا الترتيب روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عامل إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول عبد الناس فيه الهوى وأخطأوا طريق الهدى. يعني هلا أرأيت من اتخذ إله وهواه؟ الله يسلمك. فشو الإنسان بيقول له عقله بيشتغل بيساوي دين، بتلاقي الناس سبحان الله نعم يعني متخذة دين لحالها. هلا كل واحد عامل دين على كيفه. واحد مرة بيقول لي بالجامع قال لي هيك الدين، قلت له قال لي زيك دين ما بدنا يا بده دين مثل ما هو على كيفه. هلا مثلا اللي بيلعبوا طاول زهر بيلعبوا كذا نعم بيجتمعوا على شدي على أرجيلي على كذا، قال له يا أخي نعم فيها محرمة، أحسن ما نحكي على حدا، أحسن ما يشربوا حشيش. يعني هلأ يا أما ترتكب هي أم ترتكب أعظم منها. فهو يعني لا أي ما فيه شيء، بيقعد مع النسوان بيصافح النسوان بيقول لك ضرب على القلب، دول يضربوا على قلبه. شو الضرب على القلب؟ ما في رخصة فيها، ما منصافح امرأة. نعم يعني لو كانت بنت خالي بنت عمي اختل زوجتي جارتنا كذا بتمد ايدها، ما بمد ايدي، مشكلتها هي تزعل ما بتزعل تنفرق، ما بمد ايدي. لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه اذا بينضرب براسه بمسله خير له من ان يمس امراه لا تحل له، ما بيصح انه المسها. فبيقول لك يعني والله استحينا اي كلمه استحيت. فمره في واحد نعم دكتور اجتمعت فيه بعيادة عند أحد الأطباء، فنعم بده يورجي الناس أنه هو دارس وفقيه وكذا وأنه هو أفهم من المشايخ. أنا قاعد ما عم أحكي معه، قال لي شيخ ممكن سؤال ديني بالله بهو؟ أنا مفات صافح الشباب والبنات، أنا زبطته ما دخلت فيه ما قلت له شو عم صافح. وقال له أهلين دكتور، تعرف دكتور جامعة. أنا قاعد قال لي شيخ ممكن سؤال ديني بالله؟ قلت له اللي بيصافح النساء ما بيسأل سؤال ديني، شو جاي تقول لي سؤال ديني؟ إذا أول ما فت نعم صافحت البنات والنسوان كلها. قال لي والله هي أحد أخطائي إن شاء الله أنه بدي توب عنها. قال له معناها تسأل ما في مشكلة. نعم. عبد الناس فيه الهوى، ناس عبدت المال، ناس عبدت الجاه، ناس عبدت نعم التياب واللبس والجخ. نعم. فطيب وين الله سبحانه وتعالى؟ أي عدلوا عن الهدى إلى الضلال
ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. يعني اليوم صليت عند شيخ، أبو شيخ الشام، خلصنا صلاة العصر، تفت على الناس: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بلش ويش يعملنا ورد بصوت عالي واستغفار بصوت عالي، بعدين أعد دعاء، وبعد الدعاء نعم الفاتحة. طيب ترك فعل النبي عليه الصلاة والسلام الشيء؟ ما فعل النبي. فأنت أبوك شيخ، عن مين أخذت علمك؟ فمرة نعم أحد الطلاب كان خريج معهد فتح الإسلامي من حفظة القرآن الكريم، اجتمعت فيه بمسجد، كان يدرس عندي كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، بنص الكتاب قلعته، ففت على جامع، هو إمام الجامع، لقيته قاعد يقرأ الصمدية قبل الصلاة، وقاعد يقرأ الورد بصوت عالي بعد الصلاة، ما حكيته شيء. سنة حتى راحوا الناس، قلنا له شيخنا حبيبنا أنت، عن مين يعني عن جبت الله؟ ما إحنا قرأنا في الشريعة إنه ما في هيك، فأنت عن مين عم تطبق يعني؟ قال لي هي عادة المسجد حبيب قلبي. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما بعثت لإبطال العادات وأثبات العبادات؟ شو تلي عادة الجامع؟ ما هي العادات بدنا نبطلها، بدنا نشوف الدين ونمشي عليه. أنا ما بزعل من إمام إنعم مثلا حطونا يا بالواسطة، إمام إنعم غير فقيه، إمام إنعم سكاجي حطوه، بعرف أنه هذا رسماله، بس أنت دارس قارئ إنعم أو تلميذ مشايخ تجي تقعد إنعم وتبلش الترغيل فينا؟ سبحان الله. من السنة إلى البدعة بصلاة الفجر إنعم واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هلا صار بدك تشرب هلا؟ ما شوف سيدنا النبي شو قال بدعاء القنوت وتابعوا. ليش تجيب زيادة؟ أنت عم تتهم سيدنا النبي إنه نعم يعني ما بيعرف يجيب هالزيادة أنت جبتها؟ خلاص. بعدين شوف دعاء سيدنا النبي كامل مكمل: اللهم اهدنا فيمن هديت، إذا الله سبحانه وتعالى هدانا ولا بصير ما في أحسن منا، وعافنا فيمن عافيت، إذا الله سبحانه وتعالى عافانا. طيب هلا اليوم كم إنسان اليوم أخذوا جرعة كيماوي؟ كم إنسان اليوم غسلوا كلويون؟ كم إنسان اليوم بالمشافي نعم عملوا له عملية جراحية؟ عم يقنوا هلأ الناس بالمشافي، نحن ما فينا شيء. يعني هي المعافاة ما بتكفي، ما بكفيك أنه أنت قاعد بالجامع وغيرك قاعد بالخمارة. طيب العافية هي الأصحاب على عافاك من المعاصي، مو نعم نعم من الله سبحانه وتعالى؟ وعافنا في من عافيت، وتولنا في من تولي، إذا الله سبحانه وتعالى وليك مين بقى يحسن عليك؟ نعم. فمرة عم قل له لأحد الناس، قلت له نعم، قال لي مين وسطك؟ لو وسطي الله. قال لي وسطه الله وسطه كبيري، اللي وسطه الله وسطه كبيري. إيه؟ شوف هلا اذا كان دعاء انت بالصلاه بسنه الفجر بفرض الفجر دعاء القنوت، اما بالسنه العاديه ادعي قد ما بدك، ما في مشكله ادعي، بس بالفرض ورد عن النبي كذا وكذا عند السادة الشافعية بس أخذوها، أما الحنابلة والحنفية ما أخذوا دعاء قنوت عند الفجر. هلأ اللي راح العمرة أو الحج ما صلى الصبح بالحرام ما بجيب دعاء قنوت بالفجر، ما بجيب. لا هلأ بالنسبة له ما جابوا له دليل، ما في مشكلة. أما يوم مثلا ما منلحق صلاة بالحرام مثلا الفجر، راحت علينا صلينا لحالنا جماعة، بجيب دعاء قنوت، بيحسنوا إنه قلنا لا ما نجيبه، ببلادنا منجيبه. هنا فخليك على السنة، خليك على السنة أفضل. هنا ثم قال: فصاروا بعد البصيرة إلى العمى واستحبوا الغي على الرشد. كثير ناس نعم يعني الله سبحانه وتعالى وصف وفتناه على علم، شوف الآية على علم، قالوا بأنه كان أصف بن برخية يحفظ اسم الله الأعظم، ومع ذلك كان يدعي على سيدنا موسى، كل دعوة يدعي على سيدنا موسى وجيش سيدنا موسى ترجع الدعوة على جيشه له. لك شو يقول لك ما تدعي عليه؟ بيعرفوا دعاء مسجد، لك ادعي على موسى وقومه، لك والله عم يدعي عليه، عم ترجع الدعوة عليه وراء الله سبحانه وتعالى، معه رب العالمين سيدنا موسى. إيه؟ طيب العلم اللي معك شلون يعني؟ وفتناه على علم، يعني هلأ إذا شيخ ما بينفتن؟ بينفتن. ورجوني إيه نعم أحد العلماء مرة في دولة إسلامية، إيه نعم إحدى النساء حاطة برقبتها كاميرا صغيرة، فتشلطت قدام الشيخ، مسكين الشيخ نعم يعني انفتن فيها، فرقد عليها بده يعانقها يبوسها، تاري عم الصور.
ثاني يوم نزلتها بالجرائد ونزلتها بالتواصل الاجتماعي نزلتها، انتحر الشيخ. يعني لسه عمل شغله اشد ما انه يكون ايش اشتهى امراه، لانه تلاميذ ومدارس شرعيه واصولي ودوله وكذا. نعم، فلذلك هلا بالشريعه ما بيحلك تختلي امراه، لا تخلون بامراه ولو كنت تعلمها كتاب الله. نعم، لا تخلو بامراه. نساء فتنه، اكبر فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. بعد عن النساء قال ائتمني على 1000 دينار لا تأتمني على امرأة. يعني إذا ضحكت أو غمزت أو إيه نعم صهصلت بتلاقي الزلمة ركبه انحلت، إيه نعم، ولسانه حلي، ويعني وبيقول لك يعني إذا حكيتها كلمتين ما فيهم شيء، كلمتين شو بجيبوا وراه؟ روح على البيت نام لشوف بالبيت، بغمض عيونه بشوفها، بيطلع بمرته بيقول لحاله إن الحمد لله الذي عافانا، إيه نعم، شو هاد؟ طيب هذيك مثل هاي، هذيك امرأة وهي امرأة. إيه نعم، إيه انت شو اللي خلاك تحكي معها؟ شو اللي خلاك تاخذ تعطي معها؟ إيه نعم، ليش لك كان مامورين بغض البصر مشان ما تنفتن؟ إيه. الله الله، ما الحب الا غره وصبابه يعرض قلبه النفس يعرض قلب نفسه فيصاب. انت عرضت حالك انك تنصاب. إيه نعم، لو من الأساس ما حدثتها ما تكلمت أنا وياها ما أخذت وعطيت معها كنت بعافية، أما تعرض نفسك إن عم إلها فسبحان الله بتلاقي الإنسان إن عم بيصل مصيبة فيها. ثم قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وفي هذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.